السلام عليكم أعزائي المشاهدين، ويسعد صباحكم ومساءكم وين ما كنتوا عم تتابعوني. وصفتنا لليوم هي الجاتو السوري، وصفة تقليدية ومعروفة بكل بيت سوري، وهي كمان وصفة أمهاتنا وجداتنا. تابعوني للأخير مشان تذوقوا أطيب جاتو على الطريقة السورية الأصلية. لتحضير الجاتو السوري رح نحتاج كاسة لبن وكاسة زيت مازولا وكاسة حليب. الحليب لازم يكون دافي، ورح نحتاج 3 كاسات ونص طحين وكاسة ونص سكر، ورح نحتاج كمان ربع معلقة كربونات وربع معلقة ملح، ورح نحتاج 4 بيضات، ورح نحتاج ظرف فانيليا وظرف بيكنج باودر. أول شي منجيب صحن غميق ومنحط فيه البيض، وبدنا نخفق البيض حوالي 4-5 ثواني. بعد ما خفقنا البيض رح نضيف له الفانيليا. طبعا الفانيليا معروفة مشان تروح زنخة البيض وتعطي نكهة طيبة وريحة طيبة للكيك. وهلأ رح نضيف السكر، فينا نضيفه بالتدريج وفينا نضيفه كله بشكل كامل، ما بيأثر. وبدنا نخفق السكر مع البيض منيح لبين ما يوصل عندي المزيج للون الكريمي الفاتح. وهلأ عم نضيف الحليب وكاسة الزيت النباتي، وعم نضيف كمان اللبن، لبن الزبادي. هلأ هيك خلصنا المواد السائلة، كمان رح نخفقهم كلهم مع بعض. هلأ صار وقت نضيف الطحين. الأفضل طبعا الطحين إنه ننخله بالمنخل. وكل ما ضفنا كاسة طحين بدنا نرجع نخلطها مع المزيج. انا خلصت 3 كاسات طحين، وهلا بحط نص الكاسه الاخيره وراح اضيف لها البيكنج باودر، وراح اضيف كمان الملح والكربونات، وراح ننخلهم كلهم مع بعض وبعدين نخلطهم مع المزيج. بعد ما خلصنا خلط المزيج بالخفاقة الكهربائية رح نجيب السباتوة، وبدنا نخفقهم بالإيد مشان نطلع فقاعات الهواء لفوق، وشان نخلط المزيج من فوق لتحت كمان بشكل متكامل. هاي العملية كتير مهمة مشان يطلع معي الكيك ناجح. هلأ بنجيب القالب اللي بدنا نحط فيه الكيك وعبدهنه زبدة سائلة، فيكن تدهنوه زيت نباتي كمان او فيكن تدهنوه زبدة عادية حسب المتوفر عندكم في البيت. نوزع الزبدة بفرشاية المخصصة للطعام، وهلأ كمان عبرشه طحين. وانا هذا قالب الكيك عندي يا تيفال، بس الافضل انه الواحد يحط زبدة وطحين عشان يحافظ عليه وما يلزق فيه الجاتو ابدا. وهلا عم نصب مزيج الجاتو في القالب.
يا سلام على الريحة والمنظر. هذا المنظر بيذكرنا لما كانت أمهاتنا تسوي الجاتو، وكنا ناخد اللي بيبقى من خليط الجاتو وناكله قبل ما يدخل على الفرن. كنا نتسابق مين بده ياخد الخليط البقيان وياكله. وهلا عم نزين قالب الكيك باللوز المبشور، فيكن تحطوا كمان عليه جوز هند، فيكن تحطوا فستق، فيكن تحطوا جوز، يعني هذا الشي بيرجع لاختياركم. هلأ صار جاهز ليدخل الفرن. الفرن نحطه على 180 أو 170، وبده تقريبا 35 دقيقة بالفرن للأربعين. بعد مرور 40 دقيقة هيك صار عندي الجاتو جاهز وريحته معبية البيت. رح نتركه يبرد وبعدين بدنا نقلبه. وهيك صار عندي الجاتو جاهز. صدقوني ما أخذ معي تحضير أكثر من 10 دقايق ربع ساعة، وطبعا أخذ 40 دقيقة بالفرن. يعني إذا جايكم ضيوف على السريع وحابين تقدموا لهم شيء، فهذا الجاتو كتير مناسب وسهل وسريع وكمان كتير طيب، رح يحبوه كتير. شايفين منظره كيف شهي من برا، له هيك قرشة خفيفة، ومن جوا كتير طري، وطعمته عن جد كتير طيبة. رح ندوقه هلا ونشوف كيف طلعت طعمته. عن جد الطعمة بتجنن وطري كتير، وبتحسوا هيك فيه رطوبة، يعني منه ناشف. بتمنى انكم تجربوا الوصفة وتشاركوها مع اصدقائكم، وبشوفكم دايما دايما على خير. كانت معكم بتول من مطبخ بتول قوجة، والسلام عليكم.